السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. تجمع الصحافة الموريتانية يبحث خلال ندوة نقاش بنواكشوط دور الصحافة في بناء الديمقراطية ويستعرض جوانب من التحديات. اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تكون رؤساء وأعضاء لجانها قبيل بدء الإحصاء لدار ذي الطابع الانتخابي. النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي تندد بالقمع الذي قالت إنها تعرضت له وتلوح بالتصعيد إذا لم تلبى مطالبها. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بحث تجمع الصحافة الموريتانية خلال ندوة نقاش نظمها في نواكشوط بمناسبة اليوم الدولي للصحافة بحث دور الصحافة في بناء الديمقراطية، وتطرق النقاش في جانب منه لبعض التحديات والمصاعب التي تواجه الصحافة الموريتانية على مستويات مختلفة. وهي مناسبة نذكر فيها في التجمع بالصعاب التي تعترض الصحافة بصفة عامة والصحافة المكتوبة بصفة خاصة. والصعوبات التي تكتنف الصحافة ليست في بلادنا فقط، وإنما في هذه السنوات الأخيرة فهي في جميع أنحاء العالم بصفة عامة. فالتقرير العالمي الذي صدر أخيرا يتضمن 13 دولة تعاني فيها الصحافة من صعوبات، ونحن في موريتانيا رغم أن الصحافة تعاني من بعض الصعاب إلا أنها هي صعاب تتعلق بالنواحي المادية، لا تتعلق بالحرية ولا تتعلق ب مضايقات تتعرض لها الصحافة، وإنما هي صعوبات تتعلق بتكوين المؤسسات الصحفية. نظمت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات دور التكوين لصالح رؤساء وأعضاء اللجان الجهوية والمحلية المكلفة بتنظيم الإحصاء لاستفتاء الشعبي المرتقب منتصف شهر يوليو القادم. وبحث التكوين محاور من بينها مرحلة تنظيم العملية الانتخابية والقوانين المتبعة في هذا المجال. المزيد من التفاصيل نتابعه في سياق التقرير التالي. اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تطلق بنواكشوط دورة تكوينية لصالح رؤساء وأعضاء الفروع الجهوية والمحلية الذين سيشرفون على تنظيم الاستفتاء الدستوري يوم 15 من يوليو القادم. المشاركون في هذه الدورة التي تستمر 5 أيام سيتابعون عروضا تتعلق بالإطار القانوني للاستفتاء واللائحة الانتخابية وتسيير الفروع الجهوية والمحلية والمعدات والوثائق والمطبوعات الانتخابية وغير ذلك مما يسهل عملية الاستفتاء. الاجتماع يعتبر اجتماع قيم حيث يتناول عدة محاور تتعلق بالعملية الانتخابية، منها المحور يتعلق بمرحلة تنظيم العملية الانتخابية والقوانين اللي ميالتها تطبق في العملية الانتخابية، ومن خلالها يمكن اللجنة الانتخابية تنظم هذه العملية الانتخابية بصفة على أنها ما تتخطى أي، لأن القانون يسير لها جميع المراحل ما يخليها تنحرف في جزء. القائمون على الدورة التكوينية بيّنوا أن مهمة المشاركين في الدورة تتمثل في إنجاز إحصاء إداري لطابع انتخابي تكميلي وتنظيم استفتاء دستوري على مستوى كافة الولايات والمقاطعات والمراكز الإدارية وفي بعض الدوائر الانتخابية في الخارج. كما أكدوا أن الإحصاء التكميلي يهدف إلى مراجعة السجل الانتخابي لاستكمال اللائحة الانتخابية والتي سيجري على أساسها الاستفتاء المقبل انطلاقا من تلك التي نظمت على أساسها الانتخابات الرئاسية 2014. وكانت الحكومة الموريتانية قد قررت يوم 31 مارس الماضي فصل التعديل الخاص بالعلم الوطني عن بقية التعديلات الدستورية المتعلقة بإلغاء مجلس الشيوخ وإنشاء مجالس جهوية للتنمية.
وذلك من خلال المصادقة على مشروعي قانونين كل منهما له طابع دستوري استفتائي يتعلق أحدهما بالمادة الثامنة من الدستور ويهدف إلى تحسين العلم الوطني، بينما يتعلق الآخر بمراجعة بعض الأحكام الدستورية المتفرقة. كل تلك التغييرات يتطلب الإشراف عليها ومراقبتها مستوى عاليا من اليقظة والحماس والفاعلية. نددت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي بما سمته القمع الذي قالت إنها تعرضت له خلال احتجاج أمام وزارة التهذيب الوطني في نواكشوط للمطالبة بتسديد العلاوات ما تسبب في إصابة عدد من أعضائها. وانتقدت النقابة خلال الاحتجاج الذي نظمته تزامن مع توقف لها عن التدريس استمر لساعتين بمختلف الولايات، انتقدت ما سمته عدم تعاطي الوزارة مع مطالبها، ملوحة بخطوات تصعيدية إذا لم تتعاطى الجهات الوزارية المعنية. وعندنا وقفة احتجاجية معلن عنها من أسبوعين، وجينا لوزارة التعليم فطنا لهم باتوا دخلوا واحدين منا يوصدوا الأبواب أمام الناس الأخرى جاية، وجاونا أهل هذا وقلنا لهم أهل سكرتة وقلنا لهم عنا احنا وقفتنا سلمية وفي الوزارة وقدام مكاتبنا وكلنا عند بوشنا فيهم تاغط فيد وواقف. جاتنا الشرطة الوطنية وقالوا لنا أنتم قالوا لنا دخلتوا عنوة وجايين الدور تعدوا الفوضى، قلنا لهم الفوضى احنا كلنا واقف حالته ذهية. قاموا فينا قالوا لنا أخذوا وقاموا تالبينا تبل 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 تخابطوا معنا وعطبوا واحدين منا وخبطوهم وتوفرنا عرف عن هذا وقيمة عن هذا وقيمة المساعدة عند الدولة، وعرفنا مالي عن الشرطة الوطنية بعد رحيل علي ومحمد فال ندوروا لها نقطة تسجلها عند السلطات الجديدة بضرب الأساتذة وخبيطهم على هذا وشق ملابسهم، ندوروا ذيك النقطة تسجل للشرطة الوطنية منين رتحم فقيد الأمة علي ومحمد فال كان يعطيهم لنا تعود لفتة طيبة من السلطات الحقيقية درك عنها تدير الشرطة في بلد معتبر وتعدل شي صالح به اللي بطت لهم الأساتذة. وتو هذا احنا ما كنا فاهمين يا واجع، رانا فهمنا عن الدولة المهم عندها لهذا. والسلام عليكم ورحمة الله. نظم تحالف شباب وأطر العصابة ملتقا بنواكشوط حول التعديلات الدستورية المرتقبة بإجراء استفتاء شعبي حولها منتصف شهر يوليو القادم. وعبر التحالف عن دعمه للتعديلات الدستورية التي قال إنها ستعزز المكتسبات الديمقراطية وتؤسس لملامح الجمهورية الثالثة. اليوم دعما للتعديلات الدستورية المرتقبة تمسكا بمخرجات الحوار الوطني الشامل الذي دعا له رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز وشارك فيه غالبية الشعب الموريتاني. أيها السيدات والسادة، إن دعم تحالف أطر وشباب العصابة للتعديلات الدستورية نابع من إدراك عميق بأهمية ما ستضيفه هذه المخرجات من مكتسبات وطنية في مسار تراكم التجربة الديمقراطية في بلدنا، بل إنها تؤسس لملامح الجمهورية الثالثة ذات المؤسسات الديمقراطية الصلبة. أيها السيدات والسادة، لا شك أن كلمة الوطن تحتاج من النخب الوطنية الوقوف عند هذا المفهوم بكل تأمل لمعانيه ودلالاته. دعت رئيس اللجنة الوطنية لنساء حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الوزيرة السابقة عائشة فال متفرشس إلى التعبئة والتحسيس بشأن التعديلات الدستورية المرتقبة، وطالبت متفرشس بأن لا تكون أهداف المبادرات والتحالفات الشبابية آنية، حافة الشباب على الاستمرار من أجل تحقيق أهداف مبادراتهم. ندعيكم جميعا على وعي التحدي، أعلننا يا الله نعودوا قائمين كاملين ولا أننا مقدشين ولا ما شفنا حد مترشح، شفنا تعديلات نعودوا شاكين هذا ما ضروري حد يصوت عليه ضروري بعد. يا الله نقوموا كاملين ونتحركوا من الغرق ونعبعوا ونحسوا قواعدنا على التصويت بنعم على هاي التعديلات الدستورية. نختارهون نلفت النظر شور رواية مهمة به اللي ذو المبادرات أساسية وتخلق فيهم بحد ذاتهم هذاك الجمع الكبير كلها لا يحمل رسالة وكلها لا يلعب دور. يا غير يا الله نعودوا عارفين على أنه من الخطير أنهم يعودوا هدفهم لا هدف إعلامي، تعود مادة لا يتشتمع وجهة التلفزة وشاف جمع كبير ورا ذاك ما تراوى اثنين من الجابري النتيجة ما خلقت.
النتيجة لا تخلق. وأنا بعد مطمئني بي اللي سمعت أحد الإخوة قرأ أهداف المبادرة وقطع عنهم أهداف نبيلة ومطمئنة. نختارهم نحثهم أعلنهم يحرصوا أعلنهم يتوصلوا لأهداف المبادرة العدل. احتج العشرات بالسكان مقاطعة تمشيق أمام القصر الرئاسي في نواكشوط مطالبين السلطات بتعبيد الطريق الموصل إلى المدينة الواقعة في ولاية الحوض الغربي. قال المحتجون إن المدينة التي تجاوز عمرها 9 عقود باتت بحاجة اليوم إلى تعبيد الطريق لإنهاء ما سموه المعاناة المستمرة. كيف تعرفون عدلوا هذه الوقفات هون اللي له 14 تقريبا، هذه الوقفة الرابعة للمطالبة بطريق معبد لتام شكط، مقاطعة تام شكط. هذه المقاطعة المنسية، المقاطعة التراثية، المقاطعة التي احتضنت مملكة أوداوست القديمة. هذه المقاطعة تعاني عزلة خانقة منذ ما يزيد على 90 سنة، ونحن نطالب السلطات الرسمية والجهات المعنية بتعديل ذيك الطريق قدرون اللي وعد فراش تامشي الطرق الثنتين، طريق القبلية وطريق الشرقية، خصوصا طريق القبلية الشرقية اللي هي طريق فراش معروفة على أنها أقصر هي من طريق القبلية، تحدد 90 كيلومتر، والمرحلة الأولى منها فات وفات، وهي مرحلة رامفلي وما زالت قالتها مرحلة قدرون. وهذه طريق أيضا مهمة للمقاطعة من الناحية الاقتصادية، بحيث أعلن تربط المقاطعة بمركزين إداري، مركزين تجاريين هما مدينة كيفة وكذلك مدينة الطينطان. احتج عدد من سكان منطقة العقيلة في العاصمة نواكشوط تنديدا بما سموه سلب أراضيه من طرف وكالة تنمية الحضرية. قال المحتجون إن ملكية الأراضي تعود لهم منذ 10 سنين، وإنهم حصلوا على تراخيص من طرف عدد من وزراء الداخلية والولاد. وأنا أبويا الثالث اللي بوثماني سنة مدهون هنا تجا، وتقريبا وكلنا فيها في حد النصارى، ومنين خلقت الدولة وترعتنا وعدلنا هالتشريع القانون. عندنا 11 قاضي كاتبة فيها الإمام واللي تشريفن اسمع، وعندنا فيها تقريبا 3 ولاة منهم جبريل والعبد الله كاتمين، وثلث وزراء وطالبين حد يرد عنا الظلم وتوفي خلينا ترابنا ترابت الله ما هي كائنة موريتانية 3 ملايين نصاب الخال. سكان المنطقة منطقة العقيلة ينظموا اليوم وقفتهم الثانية احتجاجا على محاولة هيئة التنمية الحضارية المعروفة بلادي سلب أرضهم. هاي الأرض مملوكة طبقا لمقرر صادر عن والي نواكشوط سنة 1986، وعندها مخطط معدلته إدارة الإسكان، وملفها ملف أوراقها ثبوت أوراق ملكيتها عنده أصل قوي، يعني عبارة عن رسائل من مبادلات بين وزير داخلي وزراء داخلية ولات عدة وزراء داخلية وعدة ولات بدوا من سنة 1980 إلى 1986. كل رسالة بين وزير ووالي تأكد على حقية سكان المنطقة ملكيتها التاريخية. أجلت الجهة المشرفة على تنظيم الحوار السياسي اختتام الحوار إلى غاية 25 من شهر مايو الجاري بعد أن كان مقررا في 10 من نفس الشهر. هذا وتعود أسباب التأجيل إلى أن بعض النقاط لا تزال عالقة نتيجة عدم توصل طرفين الموالي والمعارض المشاركين في الحوار إلى التوصل لاتفاق مشترك بشأنها. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي. تأجيل اختتام أعمال الحوار السياسي بين الموالاة وجزء من المعارضة في الجابون إلى غاية 25 مايو الجاري بعد أن كان مقررا في 10 من نفس الشهر. وتعود أسباب التأجيل إلى أن بعض النقاط لا تزال عالقة، يتعلق بعضها بالقانون الانتخابي في البلاد وبعضها الآخر بمأموريات الرئيس ومدتها. وتدعو المعارضة إلى إنشاء هيئات انتخابية جديدة وإصلاح مؤسسي من أجل ما تسميه تجذير الديمقراطية وتعزيز مؤسساتها، كما تطالب بتقليص مأمورية الرئيس إلى 5 بدل 7 سنوات، وتدعو لتخصيص جزء من الميزانية العامة للدولة لتمويل الأحزاب السياسية، وهي مطالب لا تشترك فيها معها الأغلبية الداعمة لنظام الرئيس علي بونغو أونديمبا، خصوصا فيما يتعلق بمقترح تقليص مدة مأمورية الرئيس.
وقد منحت لجنة الحوار الأطراف المشاركة 15 يوما للبحث عن توافق بشأن النقاط التي لا تزال عالقة. وكان الرئيس الحالي علي بونغو أونديمبا قد أكد غداة افتتاحه أعمال الحوار السياسي قبل أسابيع بأن الحوار مفتوح أمام كل النقاط بما فيها مأموريات الرئيس ومدتها، وإنه مفتوح أمام مختلف السياسيين والفاعلين في المجتمع المدني الجابوني. وقد قطع أعمال الحوار مرشح المعارضة الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة جان بينغ، الذي نظم حوارا اقتصر على مناصريه ومؤيديه مساسة وفاعلين جمعويين، ودعا في نهايته إلى الاستعداد للدفاع عما يصفه بالفوز المسروق، ووعد بأن يؤدي اليمين رئيسا للبلاد في وقت قريب. إلى الشأن الفلسطيني، حيث صادق الكنيسة الصهيوني بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون القومية الذي يعتبر إسرائيل وطنا قوميا لليهود عاصمة مدينة القدس. وقد تمت المصادقة خلال جلسة عاصفة، أفادت القائمة العربية أن عدد المصوتين فيها لصالح القانون العنصري 48 نائبا مقابل 41 معارضا. وقد شهدت الجلسة احتجاجا عريضا على طرح القانون، انتهت بإبعاد أحد الأعضاء العرب بعد تمزيقه نسخة بمشروع القانون الاستفزازي. نتابع تفاصيل ضمن التقرير التالي. تولى كبرى طرحه أفي دختر رئيس جهاز الأمن العام الصهيوني الأسبق، عضو البرلمان الصهيوني عن حزب الليكود اليميني المتطرف، وعارضته القائمة العربية المشتركة لتجد فيه حكومة الاحتلال ضالة عنصريتها المضاعفة في نسج عداوتها، ثم جاء دور تمريره على مراحل. إنه مشروع قانون القومية الذي دشنت محطات تمريره اللجنة الوزارية الصهيونية بمصادقتها عليه بحر الأسبوع، توطئة لعرضه بين يدي جلسة الكنيسة التي أمرت عليه يد مصادقتها بالقراءة التمهيدية. نحن نرفض قرار القائمة العربية التي كانت من قبل تقدمت بتصريح مكتوب اعتبرت فيه المشروع الذي قدمه دختر بمنزلة إعلان حرب على المواطنين العرب وعلى مكانتهم وعلى حقوقهم الأساسية، دامغة تصريحا مكتوبا دافع من خلاله رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو عن مشروع آفي، مذيلا خطاب دفاعه بنفيه وجود تناقض بين أن تكون إسرائيل دولة ديمقراطية وبين كونها دولة الشعب اليهودي حسب تعبيره. جلسة الكنيسة العاصف شهدت نقاشا عريضا بين القائمة العربية وبين أنصار تمرير مشروع القانون العنصري، انتهى بإبعاد العضو العربي في الكنيسة جمال زحالقة بعد تمزيقه نسخة مشروع القانون وإخراج النائبين حنين زعبي وعبد الحكيم حاج يحيى من الجلسة. وينص مشروع قانون القومية إياه على أن إسرائيل هي الوطن القومي لليهود، كما يحدد مدينة القدس المحتلة عاصمة للدولة الديمقراطية اليهودية والعبرية لغتها الرسمية. وبتصويت الكنيسة عليه بثلاث قراءات يصبح قانونا ناجزا بقوة قانون القوة. القائمة العربية المبعد أعضاؤها أبرقت إلى الرأي العام بتصريح مقتضب ذكرت فيه أن 48 نائبا صوتوا إلى جانب مشروع القانون مقابل 41 صوتا معارضا. ثالثة أثافي تمرير مشروع القانون الجائر هي تحويله إلى ما يسمى لجنة الدستور والقانون البرلمانية تحضيرا لعرضه للتصويت بالقراءة الأولى دون تحديد موعد التصويت. نحن نعرف أننا ندفع ثمن سياسي بسبب مواقفنا المبدئية والإنسانية. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون، وقد تابعتم فيها تجمع الصحافة الموريتانية يبحث خلال ندوة نقاش بنواكشوط دور الصحافة في بناء الديمقراطية ويستعرض جوانب من التحديات. اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تكون رؤساء وأعضاء لجانها قبيل بدء الإحصاء لدارير الطابع الانتخابي. النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي تندد بالقمع الذي قالت إنها تعرضت له وتلوح بالتصعيد إذا لم تلبى مطالبها. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثانية موجز إخباري بحول الله. السلام عليكم.